هلا بدنا نحكي شوي عن طفولتك، كيف كانت الطفولة؟ هل كانت طفولة أنا طفولتي كانت في فرقة أطفال الإذاعة والتلفزيون، كنت بالعراق؟ أي بالعراق، فرقة أطفال الإذاعة والتلفزيون، بقيت تقريبا لغاية 7 سنين 8 سنين تقريبا. بعدها انتقلت إلى مرحلة فرقة الإنشاد العراقية، وبعد فرقة الإنشاد العراقية شاركت برنامج اسمه أصوات شابة. أصوات شابة يعني، وأنا صغير تقريبا من أطفال الإذاعة والتلفزيون. ما بدي أقطع حديثك، إيه سألتك سؤال وأنت هيك إيه مريت عليه مرور إيه الكرام. نحن عم نحكي عن فترة، شو هي هاي الفترة يلي كانت الأطفال وهي إيه كنا يعني الأنشطة يلي كانت؟ كنت صغير شو يعني، هي المواليد إذا ما لا يخ؟ يعني كان عمري تقريبا 12 سنة تقريبا. نحن عم نحكي بالثمانينات سبعينات، أي اي فترة؟ تقريبا بالثمانينات يعني، كان عمري شي 12 سنة، ورحت مع صديق يعني زميل إلي، قال لي في انت يعني، كنت ادندن يعني بيني وبين نفسي، فقال انت صوتك حلو في فرقة يطلبوها بالإذاعة والتلفزيون اطفال. قلت له بس انا ما اعرف يعني شلون ادخل اروح واجي وهاي. قال لي انت صوتك حلو تقدر تسمع يعني تقدر رحت غنيت، قال انت صوتك حلو لازم انت نعينك ويانا بتصير تغني مع فرقة اطفال الإذاعة التلفزيون. هذا سجلوني بزمن النظام السابق. ايه سجلت فرقة الإذاعة والتلفزيون الاطفال، بقيت اغني، بقيت وياهم يعني امارس، ويعني رسمي يعني موظف في إدارة الإذاعة والتلفزيون عمري 12 سنة. وصلت لمرحلة 17 18 مرحلة المراهقة، دخلت فرقة الإنشاد يعني فرقة التلفزيون الكبار يعني، فبقيت بالمؤسسة إلى أن اجت أصوات شابة. ولا تريدين أحصل لك بس بالطفولة؟ لا ممكن انه اكيد نستمر. نعم. وشاركت بأصوات شابة ونجحت أغنيتي الحمد لله. شو من بعد كانت ما اسم الأغنية بوقتها؟ كانت اسمها كافي يا زمن، أتذكرها كافي يا زمن. كلمات الشاعر الكبير كريم العراقي.